وللحديث عن التظاهرات الرافضة للإجراءات أو لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتواصل إضراب القضاة، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة. أهلا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله أستاذ زياد. يعني كيف يمكن قراءة التظاهرات التي خرجت اليوم في تونس، وما هو الإطار التي يمكن وضعها فيه؟ هذه التظاهرات على كل حال هي ما زالت تؤكد أن الشارع التونسي بالمعنى السياسي هو رافض للانقلاب، خاصة أن التعبئة من الواضح أنها تعبئة جيدة قياسا بالشارع المقابل الذي يدعي قيس سعيد أنه يقف معه في هذا الانقلاب. لكن على المستوى الاستراتيجي تبدو هذه المسيرات للأسف بدون أفق سياسي واضح. يعني إلى حد الآن المسيرات لا تصنع توازنا مع هذا الانقلاب، ولا زالت جبهة الخلاص كذلك كمكون سياسي معزولة عن باقي الأطراف المعارضة. اليوم هناك أكثر من شارع في المعارضة، وكل شارع لا يلتقي مع الشارع الآخر، وكل شارع له أجندته، وهذا مما يستفيد منه الانقلاب إلى حد الآن في تونس. بالمحصلة كذلك هذه المسيرات تأتي كذلك في سياق إضراب واسع للقضاة استمر لمدة أسبوعين الآن في الأسبوع الثاني، وهذا كذلك إيجابي ومهم في عرقلة مساعي الانقلاب للسيطرة على الوضع العام في البلاد. ويبقى السؤال هو ما هو قدرة أن تلتقي كل هذه الأطراف الآن في المستقبل من أجل مشروع موحد، لأنه يبدو اليوم أن الانقلاب مرة أخرى مستفيد أنه قطاع القضاء يدافع عن القضاء ولا يطرح القضية السياسية في بعدها الشامل. المعارضة كل طرف يحمل أجندة من الأجندات، وهذا كما قلت لا يوجد إلى حد الآن مشروع وطني للإنقاذ قد نعم يعني يسهم في حقيقة هذا في إيقاف هذا نعم النزيف. السيد زياد، يعني في هذا السياق ما هو الإطار الذي من الممكن أن تتوحد المعارضة في ظله، وأيضا يعني من هو الأقدر على الساحة في المعارضة الذي يبدو قادرا الآن على يعني مسك دفة الجماهير على الأرض؟ كان متوقعا أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة بعد ما خاض إضراب عام يوم 16 حزيران الماضي قبل أيام قليلة، ولكن يبدو أن أجندة الاتحاد كذلك غير جادة حقيقة في مقارعة هذا الانقلاب. وتبدو كذلك أنه برغم أنها ذهبت في هذا الإضراب وبرغم أنها تعيش شيء من الأزمة في مواجهة وفي علاقة بالرئيس قيس سعيد، ولكن أنها يبدو أنها لا تبدو راغبة في الذهاب إلى أبعد من ذلك. الاتحاد في الفترات السابقة وخاصة في تجارب سابقة في تونس وفي 2014 جمع على كل الأطراف السياسية على طاولة الحوار ونجح في إنقاذ البلاد آنذاك بمعية الرباعي الراعي للحوار من دخول البلاد في أزمة حقيقية، وتون أزمة يعني ممكن كان فيها أن يضرب السلم الاجتماعي. اليوم الاتحاد يبدو إلى حد الآن غير جاد في معارضة الانقلاب، وأتوقع إن غير الاتحاد العام التونسي للشغل مقاربته سيكون الطرف الأقدر إلى حد الآن على جمع الأطراف السياسية، باعتبار أن الأطراف السياسية تشق خلافات كثيرة، والاتحاد هو الطرف الوحيد القادر على جمع المعارضة إن أراد ذلك فعلا. نعم، يعني الرئيس قيس سعيد يبدو غير آبه لمطالب هؤلاء المتظاهرين، هل يعني يعتمد فعليا على عدم اتفاق المعارضة بين بعضها البعض، أم أن هناك نقاط أخرى يعول عليها قيس سعيد؟ قيس سعيد رجل غير كلاسيكي من خارج السياسة الكلاسيكية، وبالتالي هو مثل ما ذكرت ذلك لا يأبه لكل هذه أشكال المعارضة، هذا من حيث الأصل، فهو ليس من النوع الذي يستجيب للضغط. اثنين، لا شك هو مستفيد كما قلت في بداية كلامي من تشتت أجندات المعارضة، وهو يعلم هذا جيدا ويشتغل على هذه الأجندات. اشتغل مثلا كمثال داخل الاتحاد العام للفلاحة والصيد البحري، ونجح في شق صف قيادة الاتحاد وصناعة قيادة جديدة انقلابية، نجح في سقط يعني الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وشكل هيئة جديدة برئاسة نائب الرئيس السابق، الآن يلعب على وتر الخلافات حتى داخل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، والأطراف القريبة منه تدعي أن القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل غير شرعية، وبالتالي هي تراهن على أنه جزء من قيادة الاتحاد يذهب في مساندة قيس سعيد، وبالتالي هو يشتغل على ذلك، ويشتغل كذلك على الإعلام بين قوسين الاجتماعي.
حضور قيس سعيد كبير جدا على هذه الوسائط، وتأثيره كبير ولديه قدرة كبيرة على توجيه الرأي العام في هذا الاتجاه. ويبدو أنه كلما وجد معارضة على الأرض خاصة من بعض الأطراف السياسية الكلاسيكية التي حسم فيها الشارع التونسي لتنتعش شعبيته من جديد ويتغذى من هذا، هو يتغذى كذلك من معاقبة خصوم السياسيين الذين ضربت الثقة بينهم بين الشارع من خلال اعتقالهم، من خلال توظيف القضاء لاعتقالهم، وهذا كله أشكال يلجأ إليها قيس سعيد لفرض سلطته. سيد زياد، يعني لماذا يعارض التونسيين أو التونسيون تعديل الدستور؟ ما هي الخطورة بهذا التعديل المطروح وفق النقاط التي يركز عليها الرئيس سعيد؟ أصلا هو واضح أنه بالنسبة للتونسيين القضية ليست قضية دستور البلاد، البلاد كان لها دستور وهو دستور الثورة سنة 2014، وكان الدستور مجمع عليه من كل الطبقة السياسية، علمانية ويسارية وإسلامية وعروبية، هذا من حيث النوع. مشاكل البلاد ذات طابع اقتصادي واجتماعي، الناس ينتظرون حلولا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ملوا السجلات السياسية ذات الطابع الفكري والإيديولوجي، وخاصة أنه من حول قيس سعيد وعلى رأسهم رئيس الهيئة السيد صادق بالعيد خرج على التونسيين مهددا أن هذه النسخة الجديدة للدستور لن تحمل لأول مرة دينا للدولة، وأنه سيلغي فكرة أن دين الدولة هي الإسلام في النسخة الحالية، في استفزاز واضح للتونسيين وهو استفزاز مجاني. وبالتالي التونسيين غير منتبهين من حيث الأصل لهذا السجال السياسي، اهتماماتهم اهتمامات اقتصادية واجتماعية كما ذكرت. وقيس سعيد فشل فشلا ذريعا في هذا، وهو من الذي يجعل الشارع اليوم محبطا بشكل كامل، وهو الذي جعله كذلك عندما دعاه قيس سعيد للاستشارة الإلكترونية قبل أشهر لم يشارك إلا في هذه الاستشارة إلا 530 ألف من التونسيين، ومتوقع أن الاستفتاء القادم سيكون محل مقاطعة واسعة من عدد كبير من التونسيين. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلة، شكرا جزيلا لك.